توقف مع حضرتك بشكل اقتصادي، يعني بعد 3 أيام من هذا المؤتمر، هل حضرتك نقدر نقول بشكل عام، أولا قبل الدخول في بعض التفاصيل، أنه هناك تطمينات واضحة وجلية لكافة القطاعات الاقتصادية بأنه الأمور ستتحسن في الفترة القادمة، أو على الأقل هيتم تفادي بعض المشكلات أو بعض العقبات؟ وطبعا يعني هي في محاور كتيرة مش عارف هنقدر نغطي ايه في كل ما جاء، ولكن بشكل عام هل تعتقد انه ما تم ذكره في اخر يوم وعلى ضوء التوصيات ده يعطي تطمين للسوق المحلي والراغب ايضا في الاستثمار في مصر؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، مما لا شك فيه ان الهدف الاساسي من المؤتمر في ظل هذه الظروف اللي بيحيط بها او اللي بتحيط بالعالم من أزمات ومن ارتفاع معدلات تضخم وارتفاع أسعار غذاء وما إلى ذلك، انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد الدول كلها بما فيها الدول المتقدمة، محاور المؤتمر والمسارات الرئيسية اللي كان يتناولها المؤتمر خلال 3 أيام بتركز على عدة قطاعات، وبتركز على دراسة الوضع الحالي وأيضا وضع خطة أو خارطة مستقبلية لما يمكن أن تقوم به الحكومة المصرية من تعديلات وقوانين وما إلى ذلك تؤدي إلى حركة أفضل للاقتصاد المصري، زيادة معدلات نمو، تحسن أداء الاقتصاد المصري، أيضا خطوات استباقية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الأحداث التي يمر بها العالم. لو نظرنا إلى المسارات الثلاثة الرئيسية اللي تناولها المؤتمر على مدار 3 أيام ابتداء من الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى اللي احضرها سيادة الرئيس، لوجدنا أن هناك ما يتعلق أولا في المسار الأول بالسياسات الاقتصادية الكلية، ثم المسار الثاني ما يتعلق بتشجيع الاستثمار المحلي وأيضا تشجيع الصناعة وما يتعلق بتوطين الصناعة أيضا تهيئة المناخ الاستثماري بشكل أكبر. المسار الثالث يتعلق بأولويات التنمية في القطاع. لو تحدثنا عن اليوم الثالث وما تم التوصل إليه من توصيات ونتائج، لو وجدنا أن المؤتمر تناول كل القطاعات التي تعتبر قطاعات رائدة وواعدة في الاقتصاد المصري. جميل. لو تحدثنا عن قطاع الصناعة، الأفكار هايلة، لكن الرئيس تحدث عن إلزامية التنفيذ، وفي تقديره هو ده التحدي الأكبر. وحركة اقتصادي، هل ما خرج به المؤتمر يمكن أن نراه حقيقة وواقع مع ظل بقى الحديث عن الإشكالية دائما في عملية التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع؟ فعلى ضوء ما تم ذكره سواء خطط قصيرة الأجل، متوسطة الأجل أو طويلة الأجل، هل يمكن تحقيق ده في القريب العاجل؟ أستاذ حسام، خلينا نكون صراحة، الأفكار الجيدة والأطروحات الرائعة إذا لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بشكل كفء تصبح عديمة الكفاءة. وبالتالي في كلمة سيادة الرئيس يوجه أن ما يتم التوصل إليه من أفكار ومقترحات بناءة تنفيذها على أرض الواقع بشكل كفء يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية وتحسن أداء الاقتصاد المصري، خاصة أن الاقتصاد المصري غني بثرواته، ثرواته الطبيعية، ثرواته البشرية، ثرواته أيضا من حيث الموقع، من حيث المناخ، من حيث عدة عوامل، ومن أهمها ما قامت به الدولة من تعديلات في التشريعات والقوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار، سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي على كافة مستويات الاستثمار، سواء المشروعات الصغيرة أو المشروعات المتوسطة أو المشروعات الضخمة أو حتى المشروعات متناهية الصغر، لأن الاستثمار في قطاع الصناعة، الصناعة تعتبر قاطرة التنمية، وبالتالي لابد من توجيهات كثيرة تمت ومزيد من التوجيهات لتيسير الإجراءات، تبسيط الإجراءات، أيضا ما يتعلق بتهيئة البيئة بشكل أكثر من ناحية ما تم إنجازه من بنية تحتية وأساسية، ما تم إنجازه من مرافق ومدن صناعية، أيضا توضيح الفرص. يعني ناخدها بمثل، مثلا يعني رئيس، يعني التوصيات النهاردة مثلا بعضها جاء بأنه لو ما تمش الحصول على التراخيص اللازمة في مدة 45 يوم يعتبر ده موافقة ضمنية والراجل يشتغل. أنا طبعا الفكرة بالنسبة لي جميلة، لكن لما تيجي تنفذها على الأرض، طب هو هيسيبوه يشتغل بعد 45 يوم بدون حصول على تراخيص؟ يعني هنا النقطة دي أو الاعتمادات اللازمة، يعني
أكيد أكيد. وطبعا أكيد ده حل جميل لحل أزمة البيروقراطية، ولكن دايما خلاص فهمنا من كلام الرئيس حديثه دايما الإشكالية في التنفيذ على الأرض، فعلى ضوء ده طبعا. إيه رأي حضرتك فيه؟ أكيد سيادة الرئيس قصده أن يتم سرعة التنفيذ للإجراءات واختصار الإجراءات. دايما كنا بنسمع عن سياسة الشباك الواحد ولكن لم تكن مفعلة بالشكل القوي اللي بتشهده الآن. أيضا ما يتعلق بعدم حيرة المستثمر ما بين عدة جهات وعدة وزارات للحصول على عدة موافقات خاصة بمشروع. مسألة 45 يوم إذا لم يتم الحصول على الترخيص اللازم للبدء في العمل، أعتقد أنه لا يمكن للمستثمر أن يبدأ في العمل بدون أن يحصل على الترخيص. ولكن الهدف منها أن يتم ضغط الوقت واختصار الإجراءات في تأسيس الشركات والخطوات اللازمة لبدء المشروع أو لبدء الاستثمار، خاصة أن أي مستثمر، خاصة لو تحدثنا عن الاستثمارات العربية والأجنبية، يقارن ما بين عدة الدول في الفرص الاستثمارية من حيث مدى إتاحة هذه الفرص وأيضا مدى سهولة القوانين أو مرونة القوانين أو الحوافز أيضا التي بتمنحها الدول للاستثمارات الأجنبية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وبالتالي اللي كان يقصده سيادة الرئيس في هذه النقطة وأن يتم تفعيل الإجراءات الخلاصة والنتائج والتوصيات التي تم الوصول إليها بشكل يضمن للاستثمار تحقيق معدلات كبيرة من النمو وبالتالي زيادة كفاءة الاقتصاد المصري. طب في نقطة أخرى قبل الدخول للمؤتمر، ويعني لم يكن يخفى على أحد أنه كان في تحديات لدى القطاع الخاص والتخوفات، ومنها ما يتعلق، قلنا طبعا يعني حضرتك ذكرنا ما يتعلق بتسهيل الإجراءات بالحوافز اللي بتعطى للمستثمرين أو المصنعين، نقطة متعلقة بالحياد التنافسي وبشكل الشراكة. يمكن فكان في جلسة كمان عن وثيقة الدولة للملكية. فهل تعتقد أنه الثلاث أيام بلوروا لشكل جديد من التعامل بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، وده يعطي تطمينات يعني كمان لرجال الصناعة والاستثمار وغيرهم؟ أعتقد أن أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر كان زيادة دور القطاع الخاص وزيادة تفاعله ومشاركته مع الحكومة أو الدولة في مختلف القطاعات والمشروعات. وثيقة ملكية الدولة بتضمن أن القطاع الخاص يدخل في استثمارات بشكل كبير مع الدولة، وأيضا هناك قطاعات أو أنواع معينة من القطاعات لا يمكن أن تترك للقطاع الخاص مثل قطاع الأمن الداخلي والأمن الخارجي والقضاء، ولكن يمكن للقطاع الخاص أن يكون له دور أكثر فعالية إذا تم منح الحوافز وإذا تم منح المميزات وإذا أيضا شارك الدولة بشكل فعال أكثر في التنمية، لأن يد بمفردها لا تصفق كما نعلم. وإنما دور الدولة أهم جدا، أولا كما ذكرت في تهيئة المناخ من حيث الاستقرار السياسي والأمني، ثانيا ما يتعلق، وده حصل بشكل كبير جدا جدا وبإشادة كل دول العالم، أيضا ما يتعلق بالبنية التحتية أو الانفراستراكشر، لأن البنية التحتية مهمة جدا ليست فقط للاستثمارات المحلية وإنما لأي استثمارات تقدم إلى مصر، بالإضافة إلى تهيئة البيئة من خلال تشريعات وقوانين وحوافز كما ذكرت. أيضا ما يتعلق بزيادة دور ومشاركة القطاع الخاص يؤدي إلى تحسن كفاءة القطاعات المختلفة من خلال أولا توطين الصناعة، بمعنى ما يتعلق بإحلال المنتج المصري محل المنتج الأجنبي وبالتالي توفير فاتورة الاستيراد من العملة الأجنبية، وأيضا الوصول إلى تصدير هذا المنتج إلى الأسواق الخارجية ليكون ذا ميزة تنافسية من حيث الجودة والسعر وبالتالي الحصول على عوائد من العملة الصعبة تضيف إلى الاقتصاد. أيضا شهدنا من أيام افتتاح سيادة الرئيس لمصنع الرمال السوداء وكيف يمكن أن يكون تصنيع المواد الخام لتصبح منتجات نهائية يعود بمردود أفضل على الاقتصاد المصري من تصديرها كمواد خام فقط. حتى القطن المصري، إشادة القطن المصري، إشادة دول العالم كلها بجودة القطن المصري إذا تم تصديره بشكل منسوجات وملابس قطنية وما إلى ذلك، أعتقد أن القيمة المضافة
تزداد بتصدير هذه المنتجات في شكلها النهائي. أيضا ما يتعلق بتحسين جودة المنتجات وأيضا سلوكيات الشعب المصري في الحرص على استخدام وشراء المنتجات المصرية لتشجيع الصناعة المصرية إذا كانت تحظى بجودة وسعر تنافسي.